سعداء نحن اليوم في انتظار استلام الشحنة الثانية من المعونات الصينية، معونات الشعب الصيني وحكومة الصين المقدمة لمساعدة الشعب السوداني لمكافحة فيروس الكورونا. أن الفيروس من الدول الأولى التي كان قد استهدفها كانت هي الصين نفسها، لكن بالرغم من ذلك نجد أن الصين تقدم يد العون للسودان في هذا الظرف الحري، وهذا دليل واضح على أن علاقاتنا بالصين فعلا علاقات شراكة استراتيجية. تجد لأنه صديقك إذا لم تجده في وقت الشدة لن تجده في الوقت الآخر. الحمد لله نحن الآن زي ما قلت لكم في انتظار وصول واستلام معدات مجابهة الكورونا، وتشمل الأجهزة الضرورية من أجهزة التنفس بجانب الزي الهام جدا لحماية العاملين في الحقل الصحي. نحن بنتلقى الشحنة الثانية من العون الصيني ممثل في مؤسسة جاك ما، وبتمثل في عدة أشياء ضرورية كنا محتاجينها. أولا كانت معينات أخص العينات المعملية للفحص، يعني عبارة عن أطقم فحص كاملة، وسائل حماية شخصية اللي هي conventional الناس بيقول PPE personal protective gowns، وملابس واغية، كمامات وقفازات طبية، وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة لقياس درجة الحرارة. طبعاً السودان is good friend and good brother of China. We cherish our friendship between our two countries. At this difficult time in Sudan, we understand Sudan governments and Sudanese people's needs.